هذا الشيء هذا ما كانش منه يعني مصنع فيات يعني في التزام مع الدولة الجزائرية، ونحن نعمل على يعني خلق كل يعني ما يجب خلقه على مستوى المنطقة الصناعية بطفراوي من أجل أن نهيئ يعني كل الظروف لنجاح هذا المشروع هذا. وكان فيه التزام يعني من طرف المسؤولين في الشركة، انتم تعرفوا بلي باش الوفد اللي جا كان وفد على اعلى مستوى، وكان تلاقاه يعني يستقبل السيد الوزير الاول، واستقبلوا كذلك وزير الصناعه، ثم توجهوا الى ولايه وهران يعني، وين استقبلتهم انا شخصيا مع فريق العمل معي، ويعني كان فيه التزام من طرف المسؤولين على ان تكون يعني اول سياره ان شاء الله منتجه بالجزائر في قبل نهايه السنه نتاع 2023. ولحد الساعه يعني نظن بلي باش هذا الالتزام هذا مازال ساري المفعول، وانا شخصيا يعني ليس لي اي علم بهذه الاجراءات هذه، فالمفروض اذا كان في اجراءات يعني فاصحاب الاشاعات يعني يديروا الاشاعات كما يحبوهما، ولكن نحن نقول بلي باش يعني نظن بلي باش الجزائر اليوم يعني اصبحت من الدول الجالبه للاستثمار يعني بفضل يعني ما تتوفر عليه من امكانيات، وكذلك يعني حتى نوعية المشاكل اللي موجودة في الجزائر هي نوعية يعني أقل من المشاكل الموجودة في دول أخرى. فأنا قلت وأتحدث يعني بلغة الصراحة أن الجزائر اليوم فيها يعني لا يوجد فيها مشكلة طاقة، فنحن دولة يعني اللي توجد فيها الطاقة طاقة الغاز وطاقة الكهرباء متوفرة. قلنا كذلك مجتمع متكون من الشباب 70% شباب، وهذه كلها كذلك طاقات اللي تساهم في الإنتاج ويد عاملة يعني متوفرة. قلت كذلك أن قانون الاستثمار الجديد بالامتيازات اللي أعطاها يعني نظن بلي باش يشجع كذلك على الاستثمار الأجنبي كما يشجع على الاستثمار المحلي. وذكرت على سبيل المثال يعني قلت أنه في القانون القديم يعني كانت في الإشكالية نتاع 49-51 اللي عالجها القانون الجديد ونحاها. قلت كذلك يعني بلي باش اليوم أصبح المستثمر الأجنبي يقدر يدير الاستثمار وحده كما يقدر شراكة مع شخص أو مع أشخاص وبالنسب اللي يتفاوضوا عليها هما. فيه كذلك الاشكاليه نتاع يعني تحويل الاموال بالعمله الصعبه اللي كانت يعني كذلك من الامور العاسره في الجزائر، واللي حلها قانون الاستثمار الجديد، واللي يعني المستثمر اللي عنده اكثر من 25% يعني نسبه مشاركه او نسبه شراكه يقدر يحول الاموال نتاعو بكل سهوله وبكل سلاسه ووفقا للقانون، قانون الجمهوريه الجزائريه. فيه كذلك يعني الاجراءات اللي اتخذت يعني في الجانب يعني الضريبي وشبه الضريبي، كذلك ما يسمى بالامتيازات الضريبيه وشبه الضريبيه.